احنا مرحبا بك على تلفزيون ميري. السلام عليكم. السلام مرحبا. اليوم كنا في جلسه مخصصه لمناقشه مشروع العقد الانتخابي 5% خاصه الانتخابات التشريعيه. كنا سمعنا اللي تم شي في تاجيل النظر المشروع هذا. علاش تم القرار؟ شوفي، هو انا شخصيا كنت في اللجنه، عضو اللجنه نتاع النظام الداخلي والقوانين الانتخابيه، وهذا القانون يعني مش به تعمل على عجل، والغايه منه كانت غايه ضغط سياسي لا يليق المرسوم في وسط البرلمان، ومعناها الغايه منه كانت هو الضغط على انتاج حكومه من طرف كتلة حركة النهضة. الان قلنا الموقف هذا وعرضناه في البرلمان في اللجنه، قلنا لهم راه مش ممكن، لان المشروع الذي قدم اولا لا يحل المشكله، فضلا ان على ظروف تقديمه مش باهيه ومش مثلا تاع مستعجله عند التوانسه، ولا التوانسه عندهم اهتمامات اخرى، ولكن اهم من هذا انه النص لا يفي بالغرض المطلوب منه، والنص هذا نص مبتور، نص مبتور لانه المشكله في البرلمان ليست قد تشكل. المشكله في البرلمان نوعيه، التوانسه شافوا العرجاء والنطيحة وما أكل السبع في البرلمان أحيانا، مش كل، ولكن شفنا أشياء ما تليقش، شفنا اللي انصغرت ولا تعيط واللي تحكي على الدوارة، كل هذا في البرلمان. ثاني حاجة أنه نعمل قانون يعمل كتل كبرى، ولكن يعمل كتل كبرى باهية، مش يعمل كتل كبرى مغشوشة. بعض رؤساء الأحزاب السياسية الآن يحبوا قانون تاع بشمرمك تاع بشمرقه، يعني يجيبوا ناس يحطوها باش تصفق ولا تعيط ولا تغني ولا تزغط. احنا حاجتنا الناس مثل التونسيين، وبالتالي انا رايي كان في اتجاه اعاده هذا القانون من الاول ما نعرضوش. اليوم المسعى هو ان يرجع هذا القانون الى اللجنه ويساق قانون انتخابي ملائم لتونس، وانا اقترح ان يكون بالاقتراع على دورتين مغلقتين، يعني في دوائر انتخابيه مغلقه كل معتمديه يكون عليها ممثل في تونس. العديد من الاطراف وجه ربما اتهامات حركه النهضه اللي المشروع هذا يخدم مصالحها هي بالاساس، يعني اعاده النظر فيه ضروري. نعم، هو هذا القانون هو سميته انا قانون التزريق بتاع كمال الاجسام، يعني واحد يكون عنده شويه بدين لكن باش يعطي فورمه باهيه ليه يزيد يزرقوا له، شعبه ياخذوا من الاطراف اللي ما خدش الاصوات ويدعموا بها الحزب الاكبر باش يوصلوه يحكم مرتاح. معناها ب 54 نائب مثلا حقيقي يلقى روحه عنده 90 و100 نائب باش يحكم منه، وهذا حقيقه غش سياسي، واحنا نحبوا تمثيليه حقيقيه للشعب التونسي انه يكون ممثل للشعب التونسي بشكل جيد. اليوم وضع الاجتماع المخصص للصحه النوويه في البلاد. نعم. كان وزير الصحه امبارح اعلن رسميا على تسجيل اول اصابه بفيروس كورونا. اليوم مجلس نواب الشعب شنو قادر على تقديم؟ يعني انا في رايي انه مجلس نواب الشعب لا يجب ان يحشر نفسه في كل شيء. بدا مجلس نواب الشعب هم عنده مهمه تشريعيه يخدم التشريع. الكورونا هذه توا ظاهره عبر القارات وموجوده والان مباركين معناها مالوريزمون عندنا. وانا نعتقد اللي التوانس اقوى من الكورونا. شكرا عليها الانسان. السخانه موجوده واحنا عندنا زيت الزيتونه ونطبق التعليمات الطبيه بشكل جيد، احنا مثقفين وباش ننتصروا عليها ومش مكتبتنا حتى. اخيرا انت كنت حاضر نهار منح في قانون تنفيذ الحاسب على في غرار اليوم اللي الناس قادر على الايفاء بمجموعه الوعود اللي قدمها في قمه المجلس. يعني شوفي ياسر الفخفاخ تقدم في طريق صعب، وانا قلت برشا مرات عد في مسارك ووسع من دائره الحزام الذي يحيطك، هذا يا شكرا.